بارتكل قاسيه زي مثلا صوديوم كربونيت وين كومباكتد، حطينا اندر بريشر اوف 5 كيلوغرام بير سنتيمتر سكوير، حطينا ضغط قيمته 5 كيلوغرام بير سنتيمتر سكوير، وير مور بورس او انكريز ذا بوروسيتي اوف باودر ان كلوز باكينج از ديتيرمند باي تابينج اكسبيرمنتس. فالبوروسيتي بتكون كثير كثير عاليه بتوين البارتكلز الموجوده عندنا، لانه البارتكل المكونه لها بتكون كثير كثير قويه مقارنه بباودر معمول من الكاولين. الكاولين هي عباره عن بارتكل يعني سبونجي يعني سوفت، فلما نحط عليها بريشر بتغير شكلها وبصير ديفورميشنال بارتكل، فبتكون عندنا بتدخل هاي الديفورم بارتكل وذين اللي هو الفويد سبيسز، فالبوروسيتي لها بتكون عاده اقل من اللي هو الصوديوم كربون. الصوديوم كربونيت بيكون بوراس ما بتمسك بشكل منيح زي اللي هو الكاولين باودر لما نكبسه، لانه الكاولين باودر عباره عن سبونجي وبالتالي البروسيتي بتقل وبتتماسك بشكل احسن. The specific surface area of surface thiazole tablet increases as to a maximum due to deformation of new surfaces as the primary crystalline is fragmented. خلال compression شو بصير؟ حكينا ال particle بصير لها عملية fragmentation بتتحطم، فبالتالي surface area بتزيد. Then it will surface area بتقل due to cold bonding between the unit particle. Particle بيقربوا على بعض البعض وبتماسكوا مع بعضهم البعض، فبترد تقل surface area مرة ثانية. طبعا density شو بصير للكومباكت؟ عادة بزيد للكومباكت خلال عملية اللي هو الكمبريشن process. But it's also observed that the porosity للباودر particle بتقل والدنسيتي بزيد مش للباركتكل للتابلتس. يعني لما نكبسها نحط عليها بريشر الفراغات بيناتها بتقل وبزيد الدنسيتي تبعها. العلاقة بتوين البريشر والبروسيتي والدنسيتي العلاقه بتربطهم هي عباره عن log relationship. ف it was observed that the porosity decrease and density increase as a linear function of the log compressional force except at higher forces. طبعا بالforces العاديه خلال عمليه الكومبريشن log force له علاقه بالبروسيتي والدنسيتي. عاده مع اللي هو log force البروسيتي بتقل والدنسيتي بتزيد اللي هو الكومباكت الموجود عندنا. As the compression forces increase, tablet hardness and fracture resistance also rose. يعني التابلت بصير فراغات بتزيد بتروح. Tablet particles surfaces بقربوا على بعض. لما يقربوا السيرفيس عن بعض بصير بيناتهم interaction فبتماسكوا بشكل قوي وبصير عندنا compaction اللي هو الباودر موجود عندنا. فهاي شو بصير خلال عملية اللي هو الكومباكشن بروسيس، وشو بصير بالبارتيكل، وشو بصير بالسترينج تبع الكومباكت خلال عملية اللي هو التابلت بروسيس. في حدا عنده أسئلة؟ طب هيك بنكون خلصنا الميكروميليتكس. المحاضرة الجاية بنبدأ بالبري فورميليشن إن شاء الله. دكتور يعطيك العافية دكتور. أهلين دكتور، بس لو سمحت ممكن تضيفني على جروب المادة؟ أنا بعثت لك إيميل بس ما ضفتني. حطيت رقم الشعبة؟ بالإيميل؟ لا. طب اختري رقم